وللحديث أكثر عن تداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني عن الميليشيات الموالية لإيران والتي سببت أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، ينضم إلينا عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا بك سيدي فرانكو. يعني وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن تقديم استقالته معللا ذلك برغبته في حلحلة الأزمة مع السعودية ودول الخليج. بداية، هل تجدي استقالة قرداحي نفعاً في هذه الأزمة؟ سيد الكريم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلاً بك. لا شك في أن استقالة قرداحي ولو جاءت متأخرة كثيراً ربما ستحرك شيئاً من الحياة السياسية المتوقفة اليوم في بيروت، نعم، في عاصمة لبنان. ولكن لا نستطيع أن نعول كثيرا على هذه الاستقالة، لأن الوضع اللبناني برمته ولبنان أيضا تحت سلطة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وبالتالي إن الاعتماد أو الأمل في أن تغير استقالة قرداحي من علاقة لبنان بالدول العربية وخاصة بالدولة بالمملكة العربية السعودية هو شيء مستبعد كثيرا، لأن الموضوع لا يتعلق باستقالة شخص أو فرد من هذه المنظومة المعادية لكل ما هو عربي أو لا. المسألة تتعلق بالنظام اللبناني ككل، وكيف أن لبنان اليوم هو عضو فعال للأسف في الحلف الإيراني ضد الدول العربية والخليجية، وبالتالي إن هذه الاستقالة أو عدمها لن يحرك شيء في هذه الأمور اليوم المتوقفة. سيدي فرانكو، باعتقادك يعني هل الأزمة هي أزمة تصريحات رأتها دول شقيقة أنها غير مسؤولة من مسؤول لبناني، أم أن الأزمة تكمن في سيطرة مجموعة لها توجهاتها يراها الخليج تضر بعلاقاتها وأمنها المشترك مع لبنان؟ بالطبع إن استقالة قرداحي لن تكون هي فاتحة الخير التي ستعود بالخير على الدولة اللبنانية. لأن حتى لو وضعنا مسألة جورج قرداحي جانبا، إلا أن الأمور في لبنان هي تحت سيطرة حزب الله، وهي أمور تتعدى فقط الخلاف على تصريحات من هنا أو هناك. الموضوع يتعلق أيضا بمسألة تهريب المخدرات والتركيز على ضرب ومحاولة مهاجمة الدول العربية والخليجية وبالتحديد المملكة العربية السعودية من قبل فريق لبناني يسيطر على الحكومة، هو شيء كبير، وبالتالي لن يكون هناك أي أمل في أن في أن في أن يعتمد ذلك كنقطة بداية للبدء في علاقات جيدة ودية مع الدول العربية. وماذا عن توقعاتك لتعامل دول الخليج مع استقالة قرداحي في وقت تحتاج فيه لبنان لداعمين حقيقيين بعد تأكد كذب وعود إيران بالدعم حتى في مسألة المحروقات التي لم تحل حتى تاريخه؟ سيد الكريم، إيران بالكاد تستطيع أن تدعم شعبها. إيران، النظام الإيراني المتخلل، يعني يشوبه الخلل داخليا اجتماعيا وأيضا اقتصاديا. أما بالنسبة لموضوع عفوا أن كيف تعول الدول العربية أو كيف ستستجيب الدول العربية لهذه المبادرة، مبادرة استقالة القرداحي، مع أنه تكلم كثيرا عن سيادة لبنان وعن أن لبنان حر وإلى آخره، ولكن كيف يكون للبنان سيادة في ظل الوجود المتمركز الإيراني داخل الأراضي اللبنانية وداخل القرار اللبناني؟ الدول العربية ربما تعتبرها نقطة بداية، ولكنها لن تعني لها كثيرا، لأن لبنان بالنسبة للدول العربية هو للأسف كيان معادي. طالما أن القرار بيد الحرس الثوري الإيراني، أي بزراعه عبر زراعه في لبنان وهو حزب الله، وهو يكن كل العداء كما قلت للدول العربية، فإن الدول العربية لن يعني
لن يؤثر عليها شيء ولن تقوم بأي مبادرة إلى حين إثبات بالفعل النية الحسنة من قبل النظام اللبناني الكيان اللبناني تجاه الدول العربية. السؤال الأخير الآن سيد فرانكو، يعني استقالة قرداحي وإن حلت أزمة لبنان مع الخليج ستشكل أزمة داخلية تتمثل باختيار خلف له، كيف سيتعامل ميقاتي مع هذه الأزمة؟ وهل ستفرض ميليشيا حزب الله مثلا وزيرا على ميقاتي؟ يعني للأسف لا أستطيع أن أقول سوى أن الرئيس نجيب ميقاتي للأسف الشديد وأكرر هو قناع حزب الله في هذه الحكومة. الجميع يتبع لحزب الله، لولا حزب الله لما تم اختيار نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة. كل الوزراء الذين اليوم في الحكومة هم يتبعون لحزب الله في العلن أو تحت الطاولة، يعني هذا شيء معلوم. كل ما يجري في لبنان هو من ضمن إرادة حزب الله. إن أتى وزير أو خرج وزير الكل يتبع لحزب الله، طالما أن حزب الله هو المسيطر على الحياة البرلمانية والديمقراطية وغيرها في لبنان، فبالطبع لن يأتي أي وزير بدون موافقة كاملة من حزب الله. حتى أن كل من يدعون السياسيين والمسؤولين في لبنان الذين يدعون العداء لحزب الله إنما أيضا يبحرون في فلكه وهم جزء من المنظومة التي يرأسها حزب الله ويدافع عنها أمام الشعب اللبناني. من زيورخ كنت معنا عبر الهاتف مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لك.